أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في موجز الأخبار الاقتصادية. واصل الدولار تعرضه لضغوط متواضعة اليوم الجمعة، وواقف مؤشر الدولار مقابل 6 عملات رئيسية أخرى عند أدنى مستوى له حتى الآن عند 90.868 بعد أن فقد حوالي 0.4% من قيمته مساء أمس. وتفوق اليورو على العديد من العملات الأخرى الأسبوع الجاري، حيث ارتفع بنسبة 0.5% ليتداول عند 1.20 دولارا لليورو الواحد. أعلن مصرف الرافدين عن زيادة نسبة فائدة الودائع الثابتة للمواطنين المودعين أموالهم في المصرف. وقال المصرف إنه تقرر زيادة نسبة الفائدة على الودائع لمدة 6 أشهر لتصبح 4.5%، كذلك زيادة نسبة الفائدة على الودائع الثابتة لمدة سنة لتكون 5.5%، وأضاف أنه تمت زيادة نسبة الفائدة على الودائع لمدة سنتين لتصبح 6.5%. ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.52% ليغلق أسبوع التداول عند 2663 نقطة، منهيا الجلسة الأخيرة من الأسبوع على الارتفاع. وحافظت أسهم إعمار في سوق دبي على نفس سعر الأسبوع الماضي أي 3.91%، بينما ارتفعت أسهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 2.14%. تتوقع تركيا أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 5% هذا العام، مدعوما بزيادات الصادرات بين 16% و20% بعد تداعيات جائحة كورونا سنة 2020 حسب ما قال وزير المالية لطفي علوان. وقال علوان إن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيكون في خانة العشرات خلال الربع الثاني من العام الجاري، مضيفا أن صادرات السلاح والسيارات ستساعد في ضبط العجز الضخم في ميزان المعاملات الجارية. وتوقع استطلاع أجرته رويترز بين 6 و13 من أبريل نيسان نمو الاقتصاد التركي بنسبة 4.8% عام 2021 و14.9% في الربع الثاني بتأثير ما يسمى بفترة الأساس بعد تداعيات الجائحة في 2020. انتعشت أسعار النفط عالميا بعد انخفاضها بنسبة 1% في الجلسة السابقة على خلفية البيانات الاقتصادية المزدهرة من الصين والولايات المتحدة رغم الارتفاع الكبير في الإصابات بفيروس كورونا في الهند. وبلغت العقود الآجلة لخام برنت لشهر تموز 68 دولارا و40 سنتا للبرميل مرتفعة 31 سنتا حتى يوم أمس، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط لشهر حزيران 29 سنتا إلى 65 دولارا للبرميل. وحقق خامي برنت وغرب تكساس الوسيط مكاسب أسبوعية ثانية مع تخفيف القيود المفروضة على الحركة في الولايات المتحدة وأوروبا واستعادة عمليات المصانع وتطعيمات فيروس كورونا. قالت منظمة الأغذية والزراعة العالمية التابعة للأمم المتحدة FAO إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت للشهر 11 على التوالي في شهر نيسان الماضي مسجلة أعلى مستوى لها منذ أيار عام 2014. وسجل مؤشر FAO لأسعار الغذاء 120.9 نقطة في المتوسط خلال الشهر الماضي مقابل 118.9 نقطة في شهر آذار المنصرم، فيما أفادت المنظمة أن التوقعات الجديدة تشير إلى نمو في إنتاج كل من القمح والذرة عالميا في الموسم المقبل. في الختام تقبلوا منا طيب التحيات وإلى اللقاء.